ما تشوف إن مقاطعك صارت مملة ولازم تغير يا أخي؟ الناس ملت، تحتاج شيء جديد في القناة. المفاجأة المفاجأة المفاجأة، بعدين خلاص. والله كلامك يعني على الوجع، أنا من فترة أفكر وأخطط كيف أغير في القناة، بس أتوقع أني وصلت لمرحلة الآن راح أبلش فيها. طيب وإيش يعني، إيش أفهم من كلامك، إيش راح تسوي يعني؟ هذا الكلام يعني بإني راح أفرجيك شيء اليوم عمرك ما شفته في تاريخ القناة، خليك وشوف. ويتابعوا أمورهم الدراسية أولا بأول دراسة في المكتبة، ويضيف لهم المعرفة لكي يحب التلاميذ تخصصهم. إيش رأيك باللي عملته؟ صلوا 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 على رسول الله. قبل 3 سنوات بدأت تصبح حياتي أفضل والحمد لله، بسبب دخول عائلة جديدة في حياتي. هذه العائلة هي أنتم. كل يوم كنت أحس بالتفاؤل والسعادة في كل لحظة كنت أجلس فيها علشان أحضر وأكتب مقطع أنتم شفتوه في القناة. اشتغلت ليل نهار في القناة بدون ما أشعر في أي تعب أو ملل. في السنة الأخيرة أعتقد الجميع لاحظ بأني كنت أركز على 3 أو 4 مواضيع في القناة. هاي المواضيع كانت تدور حول الأم والأب والأخ والأخت والصديق، وأحياناً كانت تدور حول الزوجة. تعرفون ليش؟ قبل بيوم من أول مقطع نزل في القناة عن الأب أو الأم، حدث معي شيء كان هو السبب الرئيسي في أني غيرت المحتوى في القناة. كنت في زيارة لإحدى المستشفيات، وبالصدفة رأيت أم كبيرة في السن لوحدها موجودة في غرفة. هذه الأم كانت تعبانة وكبيرة في العمر، أعتقد كانت تبلغ من العمر 70 سنة. اللي لفت انتباهي بأنه هذه الأم كانت كبيرة في العمر وكانت لوحدها في الغرفة بدون وجود أي شخص معها. واللي لفت انتباهي أكثر إنها كانت تظل واقفة أمام الشباك وتنتظر شخص معين، تحس إنها خايفة. وبعد مرور فترة من الوقت زاد الفضول في داخلي، وقررت أتجرأ لنفسي وأدخل وأسألها إذا كانت بحاجة لأي شيء، لأنها هي مثل أمهاتنا ومثل جداتنا. وبالفعل دخلت، وفعلياً صرت في وسط الغرفة وهي واقفة في نفس الشباك. في هذه اللحظة شعرت بأن الأم تخفي قصة كبيرة. الانتظار واللهفة والخوف في نفس الوقت اللي كان موجود في عيون هذه الأم كان رهيب مرة. وقتها أنا قررت أبدأ بكلامي، ولكن في شيء فيه طمأنينة لهذه الأم، فقلت مرحبا يا أمي كيف حالك؟ هنا الأم نظرت بلهفة ولكن ما وجدت الشخص اللي كانت تنتظره، نظرت إلي وقالت الحمد لله، ورجعت تطالع نفس الشباك بدون أي ردة فعل لوجودي في غرفتها. ومباشرة قلت لها في شيء يا أمي؟ تنتظرين أي شيء أقدر أساعدك فيه؟ بدون أن تنظر إلي قالت لا ما يخصك هذا الكلام. المهم بعد عدة محاولات مع هذه الأم أخبرتني بأنها كانت هي وابنها في إحدى المولات، وفجأة فقدت ابنها وبدأت تدور عليه في كل المول، وبعدها ما تعرف إيش صار لغاية ما لقت نفسها في المستشفى. في هذه اللحظة شعرت بأنه في شيء مفقود في هذه القصة اللي تحكي لي إياها الأم. خطر في بالي في هذه اللحظة إني أروح وأسأل كادر الممرضين إذا كانوا يعرفون أي شيء عن قصة هذه الأم. لذلك رحت وسألت وقالوا لي شيء خلاني جدا مصدوم. اكتشفت بأن هذه الأم كانت مع ابنها فعليا في المول، ولكن ابنها تركها متعمد، والأم اعتقدت بأنها فقدت طفلها وبدأت تدور عليه، لأن كل أم تعتبر ابنها صغير وطفل حتى لو صار كبير. الأم بحسن نيتها والابن للأسف. سمعت صوت خافت لإحدى الممرضات تقول بأنهم وجدوا الأم مغمى عليها في المول، وقام بعض الأشخاص بنقلها للمستشفى. وقالت إحدى الممرضات بأنهم حاولوا الاتصال بابنها وقال لهم ودوها لدار المسنين، أنا راح أسافر وما راح أقدر أعتني فيها. قالت إحدى الممرضات بأنهم حاولوا الاتصال أكثر من مرة بابنها وقال لهم ودوها لدار المسنين، أنا راح أسافر وما راح أقدر أعتني فيها. هذه اللحظات كانت تمر علي وأنا أشعر بالحزن الشديد في داخلي، حزن وضيق على هذه الأم الواقفة تنتظر ابنها على الشباك وابنها بيسافر. هذه مكافأة الأم، الأم تحمل فيك وتربيك وتكبرك وتطعميك، الأم تسهر علشان أنت تنام.
الأم تجوع علشان أنت تشبع. على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أريد أن أغزو. يعني الرجل بده يطلع للغزو. شو كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: هل لك من أم؟ أجاب الرجل للرسول: نعم يا رسول الله. فقال الرسول: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. يا الله، مش يتركها ويسافر أو يقول ودوها دار المسلمين. قصة هذه الأم أثرت فيني كثير، وكانت هي البداية في قناتي. كل قصة راح أمر فيها أو أشاهدها أو أسمعها وتعجبني راح أشارككم فيها في القناة، وأتمنى أنتم أيضا تشاركوها مع الجميع، مع كل شخص يهمكم في الحياة، وأتمنى لكل شخص فيكم حياة سعيدة وفيها راحة. بالسلامة إن شاء الله. غبتي رحت.